أسرية تتناقش وتبدي التعاطف والإيمان بالقضية، وكأن هؤلاء المقاومون أعادوا إلينا من جديد قضيتنا المركزية إلى الواجهة. نعم، فلسطين هي جزء لا يتجزأ من أمة العرب، أمة العرب التي تاهت في زحام الحياة وما يحدث على أرض الواقع بعد أن اخترق العدو الأمريكي والصهيوني والغربي مفاصل عديدة وتمدد وأصبح له نفوذ في العديد من المناطق. نعم، ما يحدث الآن يجب أن يجعلنا نراجع أنفسنا، لأن حياة هذه الأمة وبقاء هذه الأمة بقدرتها على المقاومة والرفض. أبداً لن نخنع، وشباب فلسطين وأطفال فلسطين ونساء فلسطين وشيوخ فلسطين يعطوننا الدرس والعظة. المقاومة قادرة على هزيمة العدو، المقاومة قادرة على إحداث خلخلة في بنيان هذا الجيش الذي يقول أنه لن يقهر، ورغم أننا قهرناه في 73 وفي حرب الاستنزاف وفي 56، لكنه دائما ما يسعى إلى محاولة إسقاط كل الثوابت لدينا وبث روح اليأس لدى شعبنا العظيم. ما نراه الآن على أرض فلسطين صحيح يبكي القلوب ويصل بالناس إلى مرحلة المجازر والحروب والجرائم التي يراها بأم عينيه، ويتمنى لو كل فرد منا كان في هذه المقاومة الشريفة. عدد الشهداء يتزايد الآن حوالي 1843 شهيد، وأكثر من 7000 مصاب سقطوا بنيران العدو الإسرائيلي، بينهم المئات من الأطفال والنساء. المواجهات انتقلت أيضا إلى الضفة الغربية والقدس وكافة المدن الفلسطينية المحتلة. 9 شهداء سقطوا في الضفة الغربية الآن، لكن المخطط مستمر والمؤامرة مستمرة. ما يحدث الآن أننا أمام 3 سيناريوهات هامة. السيناريو الأول